ديال سنعبيو ديالي زعما الجواب ديالي عليه اللي دات واحد التشنج واريد ان اوضح ان لا مشكلة شخصية عندي مع العربي، وكذلك كنظن بان لا مشكلة شخصية عنده مع الشخص ديالي. حنا كنهضرو في المصلحة العامة ديالي، كنتقاتلوا على المصلحة العامة ديالي، كنختلفوا في الآراء، كنقربوا وجهة النظر ما أمكن، كنحاولوا نقربوا وجهة النظر ما أمكن بيناتنا، ونحاولوا أننا نخالطوا واحد المسار ديال التنمية اللي هو كيعتمد واحد نوفيل ابروش، مقاربة جديدة اللي هي زعما توحيد الجهود وتوحيد الوسائل باش نخلينا نقوموا بالاعمال او نقوموا ونخلقوا المرافق ديالنا وندبروها بواحد الشكل اللي تيتماشى مع هاد مع التطلعات ديال المدينة. المدينة ما عمرها كان فيها الوصف اللي كاين دابا، لا يختلف اثنان بان هو عمر كان عندها مجلس قوي بالقرارات ديالو وبالمداولات ديالو وباللجان ديالو باش يجلسوا اعضاء اللجان سبعه السوايع تيتناقشوا في المسائل اللي كتهم المدينه خصنا ندير هاد الشروط. وانا من هاد المنبر كنشكر اعضاء اللجان على العمل اللي تيقوموا به، وكذلك اشكر اعضاء المجلس على الحضور الوازن ديالهم. معارضه واغلبيه، المعارضه كتقوم الاغلبيه والاغلبيه كتقوم الاغلبيه وكلكم كتقوموا رئيس، كلكم كتقوموا رئيس، راه الا كان رئيس غادي خاطر تقوم. هذا هو المجلس. انا كان نحسبوها وتحسبوا اعتذار، انا اعتذار مباشر لاي عضو من اعضاء المجلس تقاسم التدخلات ديالي. انا كندافع بهذه الطريقه، عندي واحد الطريقه كندافع بها، يمكن شويه زايده يمكن، المهم الواحد عنده طريقه كيمشي يدافع على المزايا ديالو. انا كندافع على واحد التوجه وتنبغي اننا نمشي نكون كمجلس كنا نمشي مع التوجهات اللي يمكن لها تنفع المدينه. صافي ما كاينش مشكل شخصي، يعني ماشي واحد يقول راه اغلبيه سيد الرئيس. سمحنا